وسهلا ومرحبا بكم دائما. نتمنىكم تكونوا مزيانين على خير وبخير. فهاد لا فيديو هادي غنقدم لكم الحلوى اللي محبوبه الجماهير واللي هي ريش بونت، وفعلا اسم على مسمى كتجير الطبه بزاف وهشه. يلا نشوفوا مع بعض المقادير باش نوجدوها لهاد العيد. فغادي نحتاج عندي 135 غرام ديال الزيت، 100 يعادل 180 ملي، 180 غرام ديال السكر، رشات ديال بشور ديال الحامض، جوج اكياس خميره كيميائيه ورشات ملح، ثلاثه ديال الحبات البيض، 250 غرام ديال الزبده ودقيق على حسب الخليط. فاول حاجه كنوضع الملح في واحد الاناء، كنضيف ليها الزبده. انا هنايا سخنتها شويه في الميكرو اوند لان كانت عندي بارده، وغادي نضيف ليها السكر، ثم غادي نمزجهم مزيان حتى ينسجموا. غادي نضيف لهم الزيت ما يعادل كاس واحد ديال العنبه، ونرجع نمزج المكونات مزيان حتى نحصل على بوماد. كنضيف ثلاثة ديال الحبات البيض، لايهم الحجم ديالهم، يعني واخا يكونوا صغارين فماشي مشكل نستعملوا ثلاثة فقط. كنرجع كنخلط المكونات حتى كينسجموا، ثم كنضيف بشر ديال الحامض. هنا استعملت معلقة صغيرة ما تكونش عامرة، وعندي الدقيق كنضيف شوية بشوية، ثم الخميرة الكيميائية. حتى كنحصل على عجين اللي كيكون منسجم ولين في نفس الوقت، ما نحاولوش نضيفو الدقيق كامل باش ما تجيناش الحلوه ديالنا قاسحه. من بعد ما ساليت فديريكتومون ولا مباشره كنبدا كنصنع كرات اللي كيكونوا صغارين الحجم ديالهم، وكنوضعهم في الصينيه. هنا بالنسبه للكرات، هنا الا كنتو بغيتوهم حبه واحده فهذا هو الحجم ديالهم، لكن اذا بغيتو تلصقوا حبه على حبه فحاولوا انكم تصغروهم لو ماكسيموم. دونك غنصنع كرات وغادي نستفهم في اللاطه ديالي. في هذه الاثناء كنكون انا درت الفران ديالي كيسخن على درجه حراره 180 درجه، ما نحاولوش نكثروا الحراره. صافي غندخل الحبه ديالتي للفرن حتى كطيب، كنخطها تبرد تماما، وكندوز كنوجد لو كونفيتور اللي درت له شويه ديال ما زهر وضعته على النار حتى كيسخن. وعندي الكوكو اللي ديجا انا عندي هنايا رقيق، ممكن تستعمل الخشن، ممكن تستعملوا هذه النوعيه هذه. دونك الطريقه دائما لو كونفيتور كيكون شويه سخون وكنوضع فيه الحبات ديال لو كاطو من بعد ما كيكون برد، وكنحاول ندخل فيهم داك لو كونفيتور مزيان، ثم كنبدا كنهز كل حبه وكنحيد منها داك لو كونفيتور اللي كيكون زائد، وكنوضعها في الكوك. كل مره كنهز هاد لا كونتيتي هادي كنرجع نسخن داك لو كونفيتور وكنوضع فيه حبات اخرين، يعني دائما خصو يبقى دافي وما يبردش معايا. كندوز داك الحلوه ديالي في الكوكو وكنحاول نرمدها مزيان، ثم كنضغط عليها بيدي باش داك لو كوكو كيدخلها كامل وما تبقاش يعني شي بلاصه فيها داك العويجاج، اولا تجي بلاصه فيها داك لو كونفيتور اكثر من الاخرى. دونك تنقادها وتنحطها في الصينيه حتى كتبرد تماما. بنفس الطريقه كل حبه كنحيد منها داك لو كونفيتور الزائد وكنوضعو في الكوكو، ثم كنمرمدها مزيان اولا كنفندها مزيان في لو كوكو. في نفس الوقيته ما ننساش انني في كل مره كنضيف لا كونتيتي محد لو كونفيتور سخون باش كيشرب مزيان داك لو كونفيتور، كيجي فريمون بحال ريش بونت، يعني كيجي الاسم ديال ريش بونت جا مأمن للرطوبه ديالتها اللي كتكون فيها والخفه ديالتها. صافي كنسالي حتى كنسالي لا كونتيتي كامله، كنخليها حتى كتنشف وعاد كندوزو كنقدموها.
لا فيديو ديال اليوم كانت هي هذه، نتمنى انها تكون نالت الاعجاب ديالكم. حلوة تريش بوند الغنية عن التعريف، كتجي غزالة وهشة فعلا بمذاق رائع وبسيط، مكونات اللي هما جد متواجدين يعني في جميع المنازل. نتمنى انكم تجربوها وتنال الاعجاب ديالكم، والى اللقاء في وصفات اخرى ان شاء الله. ودائما دمتم في رعاية الله وحفظه، وعيد مبارك سعيد للجميع.